مجلس آزادی قبولیت واسطے بواز بلند تر صلوات دعا مدی قبولیت واسطے اور مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے بواز بلند تر صلوات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جس مقام تے تلاوت قرآن کیتی جائے اس مقام تے اللہ رحمت دے فرشتے نازل کر دے اور شیطان اس مقام تو دور دے تو اجازت ہے میں ابتدائے مجلس دو آیتاں تلاوت کلام پاک تو پھر میں حدیث کے ساتھ تلاوت کر دوں درود ہو بلند آواز دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن
حضرت الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتح من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فأغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا صعدة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد عزلت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا صعدة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي أمه إني أشم عندك رائحة طيبة فأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اقترح الله أتعذر لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لهم عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لواي قد عزلت لك فدخل علي
كسائن ثم أتيت نحو الكسائن وقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكسائن قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد عزمت لك فداخلت تحت الكسائن فلما اكتملنا جميعا تحت الكسائن اخذ ابي رسول الله بطرف الكسائن واومى بيد حيمنا الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يلمح ويحزنني ما يحزنهم انا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن احبهم انه مني وعلى منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكنا السماوات اني ما خلقت السماء مبنية ولا ارض مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلقا يسري الا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء الصلوات. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوهم فقال جبرائيل يا رب أتعذر لي أن أحبط إلى الأرض لأكون من سادسا فقال الله نعم قد عذرت لكم فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معاكم فهل تعذر لي يا رسول الله الصلوات. فقال رسول الله عليك السلام يا أمينا وهي الله إنه نعم قد أذنت لكم فدخل جبريل معنا تحت الكسائي فقال علي بين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات. فقال علي لأبي يا رسول الله يخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال نبي صلى الله عليه وآله والذي باعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نديا ما ذكره خبرنا هذا في مغفل من مغفل أهل العالم
الجم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة صلوات فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر صبرنا هذا في محفل من ما في أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هم ولا مغموم إلا وكاشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد حد مك گئی و بھیل دی غربت دی حد مک گئی و بھیل دی غربت دی تے ڈٹھا تھیندا کتا ہاتھ مک گئی او بھیڑ دی غربت دی تے ڈٹھا تھیندا کتال بھرائے او آٹھ پہار دے باد آئی لاش اتے انج رجھ گئی آن دی ماں شام دا را او ہاتھ چمکے ویر او نمازی دا بیٹھی پوچھ دیے شام دا را مالک عزت مآب صدات مومنین آغاز تلاوت کلام پاک اور تلاوت حدیث قصہ کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب مولانا علی رضا قمی سے تشریف لاتے ہیں خطاب فرمانے کے لیے سید و ذاکرین سفیر عذاب شباز کتابت بیر النصیب جناب سید شہباز حدر نقوی صاحب اور انتبار خطیب ولایت بیر النصیب جناب سید آن عباس نقوی
کتاب میسن اور انتباع شکاری اور بسیر مصفر اگام مدہ آل محمد جناب سید شجاعت عباس گلانی آف خانوار اور انتباع جناب سید بابا عمر عباس ربانی جناب زوار ملک حسن رضا عاشم صاحب تشریف فرمانے وہ کتاب فرمائیں گے خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات صلی اللہ علیہ وسلم